بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن أهمية الاتصالات الإدارية ولأن نتكلم عن موضوع آخر لا يقل أهمية عن الموضوع السابق ألا وهو عناصر عملية الاتصال عناصر عملية الاتصال أو مكونات عملية الاتصال فالاتصال باختصار هو أخذ وعطاء. وكما عرفناه سابقا هو عمليه نقل المعلومات من طرف الى اخر بحيث يسمى الطرف الاول المرسل والطرف الاخر المستقبل عن طريق وسيله تسمى قناه الاتصال قناه الاتصال فاهم عنصرين في هذه العمليه هما المرسل والمستقبل الطرف الاول والطرف الثاني الطرف الثاني والمستقبل طبعا عن طريق القناة أو الطريق الذي أو التي من خلاله تتم عملية الاتصال طبعا هنا لابد أن ننوه أنه حصل هناك بعض التفاوتات بين المفكرين في تحديد هذه العناصر في تحديد هذه العناصر منهم من أدخل التشويش منهم من أدخل البيئة الداخلية الخارجية لكن أخيرا اجتمعوا على عناصر رئيسية وضرورية رئيسية هي كالتالي أولا المرسل اللي هو السندر المرسل هو الطرف الأول الطرف الأول في العملية الإدارية التي من دونه لا يمكن أن يكون هناك عملية اتصال هو المصدر أو هو, هو ذلك الشخص الذي لديه الرغبة في مشاركة الآخرين معلوماته أفكاره مشاعره يرغب في نقل معلومة معينة إلى أشخاص معينين طبعا دلت الدراسات على أن مصادر الاتصال الموثوق بها لها قدرة أكبر على التأثير من المصادر الأخرى، وأن محتويات الرسالة غالبا ما تفسر بناء على من هو المرسل. فالمرسل هو الطرف الأول الذي يحاول إيصال رسالة معينة بهدف معين إلى طرف آخر عن طريق وسيلة. عن طريق وسيلة. طبعا هناك الطرف الآخر، الطرف الثاني نسميه في العملية، والذي لا يقل أهمية، هو المستقبل. وذلك الشخص الذي سوف يستلم الرسالة، فقد يكون شخص أو جماعة قليلة أو جماعة كبيرة، أو تكون المنظمة أو يكون مستوى معين من المستويات الإدارية داخل المنظمة أو قد يكون المجتمع. طبعا لا شك أن عملية استقبال الرسالة لها دور في شخصية الشخص المستقبل، كيف يستقبلها؟ ما هي معلوماته؟ كيف يدركها؟ كيف يحللها؟ طبعا هذا يعتمد على شخصية الطرف الثاني، الطرف الثاني هو الطرف المستقبل للرسالة. هل وصلت الرسالة بالهدف؟ هل حققت الرسالة الهدف؟ من خلال من خلال فهمه لهذه الرسالة. طبعا هناك الرسالة نفسها، الرسالة نفسها سموها المسج. تعني وتعني ايش؟ الفكرة أو المعلومة. التي يريد المرسل ايصالها الى الطرف الثاني ويريد هؤلاء الاشخاص او الشخص ان يشاركوا افكاره او معلوماته طبعا لا بد ان تكون هناك وسيله جيده لاختيار صيغه معينه واضحه مختصره ورموز مفهومه الى الطرف الثاني حتى تحقق الرساله هدفها طبعا هذا موضوع فيما بعد سوف ناتي اليه اذا الرساله هي المضمون وهي المحتوى هي المحتوى طبعا هناك قناة الاتصال بسموها شانيل قناة الاتصال الاتصال او الوسيله او الطريقه التي تمت فيها عمليه الاتصال او الوسيله التي تنتقل بها الرساله ما بين الطرف الاول المرسل والمستقبل لذلك نرى ان الوسيله الفعاله تفيد في تحقيق الاتصال الفعال يعني استخدام الوسيله المناسبة اذا ما استخدمت هذه الوسيله في مكانها الصحيح طبعا تحقق الرساله هدفها طبعا الوسائل هذه مختلفه الوسائل هذه مختلفه قد تكون كتابيه قد تكون شفويه قد تكون تقنيه قد تكون الكترونيه وهكذا اذا الوسائل الطرق مختلفه الطرق مختلفه هناك أيضا الفيدباك لا تقل أهمية التغذية العكسية أو بسموها التغذية الراجعة هي ردة الفعل ما هي ردة الفعل مرسل ومستقبل رسالة طب هل فهم المستقبل هذه الرسالة حققت الرسالة هدفها إذا هناك تغذية عكسية إذا لم يحدث هناك تغذية عكسية معناها في مشكلة إذا لم تحقق الرسالة هدفها إذا نبحث عن المعوقات في معوقات هذا يدل ان هناك بعض المعوقات او حدث هناك تشويش لذلك التغذية العكسية هو ما يدل على صحة العملية وان العملية تمت بنجاح إذا لم تحدث هناك تغذية عكسية فيجب البحث في المشاكل وعمل دراسة تحليلية لمعرفة اين الخلل اين الخلل. الذي حدث في عمليه الاتصال